قطر السلك بنقيسه الافضل والاحسن، في ناس بتقيس بالعازل وبعدين بتنقص نص دزيم من القياس. لا، انا بفضل انه تحرق السلك، بتحرقه لغايه ما يصير لونه احمر، ما يذوب يصير لونه احمر، وبعدين بتنظفه وبتقيسه. هيك بعطيك القياس اللي موجود على البكره. يعني اخشى انه احيانا في بعض المحركات بكون العازل تبعها اسمك شويه، ف تنقص نص دزيم مش دقيق. فالدقيق انك تحرق العازل وتقيس السلك. طيب خلوني احرق العازل وارجع لكم ان شاء الله. طبعا احنا عشان نقيس السلك، قطر السلك، انا بفضل انه تقيس اكثر من سلك، يعني هو ملفوف سلك واحد مفرد، فتختار من اكثر من مكان، من اكثر من ملف سلك، وتقيسهم على اساس انه احيانا لما تكون الملفات صعب تطلع معاك وتسحبها بشده بالزرديه او بالقطاعه، ممكن انه السلك هذا يتمدد معك او شيء وتغير قطره اذا كان قاسي كثير. انا لا، هون طلع معي في وسع في المجارف، فسحبتهم حتى بايدي بدون ما احتاج لاشي. مع هيك بحب انه اقيس من اكثر من مكان، من اكثر من ملف، ما دامه بسلك مفرد ملفوف. والآن بنقيسه بعد ما حرقناه. طبعا أعطاني 10 دزيم تقريبا، 10 و1 بالعشرة. هذا سلك، والثاني أعطاني نفس الشيء، 10 و1 بالعشرة أو 2 بالعشرة. والأخير أعطاني نفس الشيء، 10 و2 بالعشرة. هيك أنا بتأكد إنه قياسي صحيح وسليم 100%. هذا سلك 10 دزيم على فكرة. الميكروميتر أنا عندي بقيس شحطة أو شحطتين، يعني بقيس 1 أو 2 زيادة. إذا هذا 10 دزيم قياسه. الآن لاحظوا انه كيف عرفت له 10 دزيم؟ لاحظوا انه لما تصفر الميكروميتر انت جاي على الصفر، فكل لفة كاملة لما نرجع على الصفر هيك 5 دزيم. فاحنا لفتين لفنا، مرتين رجعنا على الصفر، فبدل لنا انه 5 في 2 10 دزيم. الان لفتين، اذا 10 دزيم. هذا السلك قياسه 10 دزيم. طبعا مسجل هاي المعلومة. والان بنعد الملف، نسحب ملف وبنعده. انا بفضل تعد، مع انه راح يطلع كله نفس العدد، لكن انا بفضل انك تعد اكثر من ملف، من اكثر من مجموعة. طبعا بترخي الاسلاك عن بعض زي هيك، بتدق عليها او باي طريقة انت بتشوفها، وتبلش تعد. 46. إذا عدد الملف 46 لفة. طبعا أنا عديت الخطوة الكبيرة 14 تبعت الملفين، 46 لفة. طبعا كله راح يطلع معي 46، لأنه الثلاثي فاز بكون كله نفس العدد. خلونا نعد كمان واحدة. طبعا أنت بكون عندك الورنيش مثبته، فبتدق عليه شوية عشان انه السلك يبعد عن بعضه. دق خفيف من اكثر من جهة، وبتفرد السلك هيك وبتعده. 46 نسجل 46.
انا راح اسجل الباقيات 46 كلهم، لانه راح يطلع معي نفس العدد انا متاكد، بما انه هذا ثلاثة فاز. لكن انت عد افضل، ليش؟ لانه احيانا ببعض الشركات بتساوي الملفات، بتعمل الاول مثلا 40، الثاني 43، الثالث 48، فبوزعوهم، فبتعدهم افضل انت، يعني بتشوف الطريقه المناسبه لك وبتعدهم. طبعا الان بعد ما عدينا المجموعات وسجلنا معلوماتنا بالكامل، هيك صارت البيانات عندي انا جاهزه لللف. نحط الدفتر على جنب، وبعد ما سحبنا الملفات الان بننظف، بنسحب الورق القديم. طبعا المحرك فيه خشب موجود، نسحب الورق الخشب وبنحتفظ فيه الخشب هذا، ممكن احنا نرجعه بعد ما نلف. افضل طبعا اذا كان المجرى فيه وسع، لازم احنا نحط له خشبات او خوابير او بعرف شو بتسموهم، على اساس انه السلك اثناء التشغيل في المجرى ما يهتز داخل المجرى. الافضل طبعا، لانه اذا اهتز مع التشغيل الطويل وفترات طويلة ممكن انه العازل يتلف الموجود على السلك. طبعا زي ما حكينا بنحتفظ فيهم. على اساس انه احنا نرجعهم. طيب خلوني اعطيكم وارجع لكم انا. ولا تنسوا زي ما بوصيكم دائما وبوصي نفسي، لا تنسوا صلواتكم الخمسة والاكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، والاكثار من الاستغفار، والاكثار من الصلاة على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.